هذا وقد أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية في عمل وزارة الخارجية وفي إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناحي العمل، مؤكداً أن الانتقال يوفر أعلى درجات الأمان لطبيعة عمل وزارة الخارجية. الانتقال إلى هذا المبنى هو ليس انتقال مادي وإنما انتقال في منظومة العمل ذاتها. الانتقال يعتمد على التحديث والرقمية، يوفر أعلى درجات الأمان لطبيعة عمل وزارة الخارجية، وأيضا ينقلنا نقلة نوعية في إطار الاعتماد على وسائل حديثة في كل مناحي.